ضيفي لعيب كبير، انا على المستوى الشخصي كنت بستمتع بيه، ما شاء الله كان عنده مهاره السرعه كمان، مهاره عاليه جدا جدا جدا. يعني اللي بيتكلم عن محمد صلاح دلوقتي، سرعه محمد صلاح لو شاف سرعته ما شاء الله ممكن تفوق كمان سرعه محمد صلاح. يعني الحته اللي اخرته شويه ان كان بيلعب ورا، واحنا بنشوف التقرير دلوقتي ما شاء الله يعني بيحرز اهداف حلوه واهداف جميله. المفارقات كمان الحلوه، يعني التاريخ او الارقام القياسيه اللي بيصنعها بقى الاب والابن، الاب لعب اولمبياد والابن دلوقتي موجود في اولمبياد طوكيو 2020. برحب بضيفي الكابتن ياسر ريان. كابتن منور يا كابتن ياسر، سعيد جدا بوجودي معاك بامانه، والمقدمه والضيف ده طبيعي في قناه الاهلي. يعني انا لعيب من موجود مع النادي الاهلي، فده مش ليا انا شخصيا، لا كل اللي هيجي يقعد معايا في الكرسي ده هيتعمل له نفس اللي ده. بس انا عايز اقف قدام هدف، يعني من الاهداف الحلوه اللي خدتها على الطاير دي، الاتحاد في اسكندريه، الاتحاد الاسكندري في المنصوره، كان طلع لنا مباراتين بره القاهره بسبب طبعا كانت حصل مشكله كده بين الجمهور في الملعب، وطلعونا خرجونا منها، كانت مباراه الاتحاد في المنصوره، تقريبا فزنا المباراه دي تقريبا 3-1 او 4-1. ده من الاهداف اللي كان الاهداف الجميله. كنت بتلعب بيه وقتها باك ولا باك؟ ده اللي كنا بنتكلم في الفصل، قلت لك الماتشات اللي كنت بلعب فيها باك اي حاجه بتطلب مننا في النادي الاهلي ما ينفعش انا اقول لا. فانا ده الهدف، ده الهدف. حتى لاحظ انا فين في المكان ده، انا مش باك، انا في المكان ده هاف. اللي بيطلب مننا من النادي الاهلي، اي لاعب بيطلب منه في حاجه في النادي الاهلي ما ينفعش تقول لا. اتطلب منك تلعب باك، اوكي تلعب. انا مره من المرات لعبت سيرد باك مع النادي الاهلي، مساك في البطوله العربيه نفسها القاهره. كان في لاعب في اهلي جده اسمه خالد القهواجي. خالد القهواجي ده لاعب كويس، وكان بيلعب تحت الفراوده او في الودين، وهو تحت رقم زي قفشه كده في الوقت اللي احنا بنلعب فيه حاليا. فلقيت كان تقريبا كان مش عارف هولمان او تسوبل، قال لك اللاعب ده عامل لي ازعاج، فاحنا لازم نكسب المباراه. فقلت له طب خلاص انا هلعب على اليمين وماليش دعوه بالمباراه. فعلا لعبت في الوقت ده ميال عليه ومسكت خلاص، ما وكسبنا الماتش تقريبا 2-0، ولغيته في المباراه عشان هو الطول واحد، السرعه الحمد لله نسرع، عامل ازعاج لينا، فدي سهله بالنسبه لنا يعني. واسهل حاجه اللي انت تدافع مش اللي انت تهاجم. خلي بالك الناس بتبقى متخيله لا الدفاع انا دافع، بس هتوصل ليه للدفاع؟ الدفاع ده ممكن تاخره، لكن انت ما تهاجم كويس، عايز مهاره عاليه، عايز مهاره عاليه، الموضوع بقى صعب جدا. لما كابتن ياسر ريان دلوقتي، وعايز اكلمك دلوقتي عن المنتخب الاولمبي بقى، حديث الساعه دلوقتي، وما شاء الله احمد ياسر ريان موجود. كابتن ياسر ريان قبليه لعب في اولمبياد برشلونه 92. لما بتتفرج على الدوري، مين اللعيب اللي شبه ياسر ريان في السرعه، في المهاره، في الاداء؟ في الدوري لا ما اعتقدش، يعني قريب قوي، يعني انا بعتبره هو يعني انا مش اشول اصلا يعني. انا كنت بلعب، بس انا خلاص من كتر ما كنت بلعب ناحيه الشمال فبقت الشمال زي اليمين. بس اعتقد وليد سليمان هو الاقرب ليا. وليد سليمان حته الروح والقلب والعزيمه ويعمل فرق مع فرقته، مش انا بتكلم برضو بس يعني هو قريب مني، الشبه شويه من وليد سليمان. كابتن ياسر طبعا متابع الاولمبياد طبعا. طبعا شايف الاولمبياد ازاي؟ منتخبنا الاولمبي ازاي؟ بص احنا لازم الناس او الجمهور لازم يعرف في جزئيه مهمه جدا لازم يعرفها جمهور الكره. بين انا بلاعب فرق في الدوري المحلي وفرق بلا فرق اوروبيه او فرق على مستوى دولي. الامور مختلفه. انت ما بتيجي تحط نفسك في مجموعه زي الارجنتين واسبانيا واستراليا، ده احنا كنا بنقول حتى استراليا هي الاضعف. طلع الاستراليا برضو من الفرق القويه وعملت مفاجاه في اول مباراه، كسبت الارجنتين. فالناس لازم تبقى عارفه اللي انت راح بتعمل نتائج كويسه، مش هنقول تمثيل مشرف لا، بس الامور صعبه. انت اولا كاحتكاك بتعمل احتكاك اللي هي الاحتكاك اللي قبل البطوله، اعتقد ما كانش في احتكاك. ليه؟ كان ماتشات الدوري ورا بعض ورا بعض، فما كانش في وقت اللي المنتخب يتجمع فيه. انا مش بدي اعذار، بس الامور وانت لعبت ماتشات دوليه سواء منتخبات في الشباب او في المنتخب الاول، الامور بتبقى صعبه تماما. فاحنا عدوا ماتشين، اتعادلوا مباراه وخسروا مباراه، وده برضه اللي انت بتلعب فرقتين. بلغنا احنا شويه يعني، ان بلغنا شويه في الدفاع امام اسبانيا، كان ده طبيعي نظرا لقوه المنتخب الاسباني. طبيعي انت على فكره مش انت، لكن اتفضل. الارجنتين بلغنا شويه او احترمناهم زياده بلغه الكوره الارجنتين؟ لا انت على فكره ضيعت جوان، يعني انت في ماتش اسبانيا غير ماتش الارجنتين. الارجنتين كنت احسن، ماسك كوره اكتر، بتهاجم. ال 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 الرهبه اللي هي الاولانيه بتاعت ماتش اسبانيا وسته سبعه لعيبه من اليورو كانوا موجودين بيلعبوا منتخب اسبانيا. برضه خلي بالك الامور بتبقى مختلفه تماما شويه.
لكن انت ما تيجي تنقل على ماتش الارجنتين، لا انا شايف الشكل كان كويس. طبيعي اللي انت ممكن تخطا في خطا يحصل منه يجي منه هدف، لكن لازم انت بتعرف برضو في الاول وفي الاخر انت بتلعب الارجنتين واسبانيا، فرق من الفرق اللي هي مرشحه ومصنفه عموما اصلا من غير البطوله، مصنفه من البطوله من الفرق اللي هي او المنتخبات اللي هي من المنتخبات الاولى في التصنيف. لو جيت على الارجنتين واسبانيا الفرق القويه، استراليا بنقول يعني ان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله يوفق المنتخب بكره يعمل نتيجه. اي انا على مالكش غير المكسب دلوقتي، اتمنى يعني لو وصلني اللي احنا لو احنا كسبنا اي المباراه باي شكل من النتيجه هنوصل، فاعتقد ده يبقى انت كلاعب منتخب اولمبي هو هدف واحد اللي عندك هو هدف الفوز. ما ينفعش ولا التعادل ولا الخساره، الاثنين دول هيطلعوك بره البطوله. لكن انا شايف ده جيل محترم، جيل والله بجد يعني شرفنا في بطوله امم افريقيا هنا، عمل نتائج كويسه في الماتشات الوديه اللي هو اللي اتعمل. جهاز كابتن شوقي غريب عنده الخبرات اللي اتقالوا ان شاء الله اللي هو ربنا يكرمهم ويوصلوا للادوار اللي بعد كده. فاحنا مش عايزين نلوم، احنا عايزين نرفع من روحهم المعنويه، نرفع من حماسهم. مش كل واحد ادخل على السوشيال ميديا الاقي انتقادات ولاقي انت بتتكلم، انت مش بتلعب منتخبات في افريقيا الاحترام ليها، انت بتلعب منتخبات عالميه. ممكن الارجنتين واسبانيا فرقه منهم تلاقيها واخده اصلا البطوله. فالامور صعبه يعني. انت معايا في اللي انا هقوله ده؟ ممكن كابتن شوقي غريب في مباراه بكره عندنا احمد حجازي، عندنا الونش بيلعبوا في خط الظهر وراه محمد الشناوي، يكفي الاثنين دول في خط الديفنس واشيل اسامه جلال وازود واحد في نص الملعب او واحد قدام علشان يبقى عندي كثافه هجوميه عشان بكره ما عندكش غير بديل المكسب امام استراليا. وده اللي اعتقد ده؟ طبعا واعتقد هو هيعمل الكلام ده الاقرب يعني. الاقرب اللي هو الاربعه اللي هيبقوا ثابتين الونش وحجازي. ده وجهه نظر ومتفق معاك فيها تماما يعني. والعمار لكريم العراقي ناحيه اليمين، وناحيه الشمال فتوم. فتوم نص الملعب هيلعب بعتقد باكرم توفيق وامام عاشور. وقدامهم انا شايف ووجهه نظري لازم ناصر ماهر يبتدي المباراه زي دي، صانع العاب. صانع العاب، انت محتاج حد يوصل انت المشكله اللي قابلتنا الماتشات اللي فاتت كلها بنلعب النواحي الدفاعيه كويسه جدا، بس الناحيه الهجوميه في جزء عايز مساعده. فاعتقد الكابتن شوقي غريب وده ما عندكش انت حل ثالث، انت لازم يبقى عندك جزء. حتى لو انا مش ههاجم المباراه 90 دقيقه برضه عشان ما نبالغش، بس على الاقل خالص هيبقى في من 30 ل 35 دقيقه للشوط الثاني لو هي النتيجه فضلت كده. لا هيبقى في لازم يبقى. طب قول لي التشكيل المتوقع بكره يا كابتن ياسر اللي ممكن الكابتن شوقي غريب يبتدي بكره في مباراه مصر واستراليا. يعني انا احنا بنتكلم طبعا الشناوي هيكون اساسي طبعًا. موجود الشناوي الونش حجازي يعني بين كريم وبين عمار وناحيه الشمال فتوح اكرم توفيق وامام عاشور ناصر ماهر رمضان صبحي صلاح محسن واحمد ياسر ريان اعتقد كده يعني ده يعني ده التشكيل المتوقع من وجهه نظرك اللي ممكن الكابتن شوقي غريب يبتدي بيه عشان ما فيش بديل غير المكسب. ما هو انا يعني الطريقه واحده بس بدل ما انا العب بثلاثه ورا اللي هما كانوا بتاع، لا انا ممكن العب باربعه اتنين واحد تلاتة اللي هما بتوع او 4 2 3 1 دي الطريقه المعتاده اللي هي اللي بتلعب بيها واللي هي بتلعب بيها، وده انا شايف اللي هي الانسب مع لعيبه مصر، وده بنسبه كبيره في الدوري المصري بتلعب بالشكل ده. احنا بنتكلم اسبانيا 4 نقاط، الارجنتين 3 نقاط، استراليا 3 نقاط، مصر وزي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي الجدول ومصر في المركز الاخير بنقطه واحده، لكن الامال كلها موجوده بالنسبه للفرق كلها. طبعا مصر بالرغم انها نقطه بس هي النهارده بالظبط بنتكلم اسبانيا بكره هتقابل الارجنتين، لو اسبانيا كسبت الارجنتين مصر كسبت استراليا احنا بنوصل مع اسبانيا تمام. فبكره في الحظوظ انت الوقت يعني انت فرصتك هي الفوز، هنرجع تاني انه هي نقطه الفوز ما عندكش ولا تعادل ولا عندك خلاص الخساره. الفوز ده يأهلك ان شاء الله باذن الله انت توصل ايا كان، حتى ولو التاني برضه تبقى موجود من ضمن المجموعه ان شاء الله دور الثمانيه باذن الله. طيب المكسب بكره كابتن شوقي غريب ينزل يهاجم من اول دقيقه ولا برضه يبقى عنده توازن علشان النهارده لو دخل برضه منتخب استراليا من المنتخبات القويه اكيد، وبالمناسبه بكره منتخب استراليا عنده 3 لاعبين اساسيين غايبين تمام مهمين برضه دي في صالح منتخب مصر، يبتدي بكره المباراه يهاجم من الاول ويفتح خطوطه ولا يبقى عنده تحفظ علشان الامور ما تصعبش من بدايه المباراه؟ هو طبيعي اعتقد يعني بوجهه نظري برضه اللي هو مش هيجازف بالمجازفه اللي انت
يبتدي بيها. ما انا ممكن اجازف في الاول وممكن اخسر في بدايه المباراه، هيحصل لي نوع من الاحباط، وعشان ابدا اتعادل تاني وابدا اوصل تاني الامور الصعب عليا. لكن انا شايف التوازن اللي حضرتك بتتكلم عليه يا كابتن اسامه ده طبيعي جدا، وبتبقى احسن حاجه في سنه الكوره اللي انا عندي توازن في الشوط الاولاني، ممكن ربنا يكرمني اجي احرز. اذا حرزت هدف لا انا ممكن اغير الشكل بتاعه واغير الاداء واغير كل حاجه واغير النتيجه وغير اسلوبه حتى في اللعب. لكن انا طول ما النتيجه 0-0 لا انا ممكن زي ما الارجنتين كسبتك ازاي، اللي هو انت بتهاجم وهو بيهاجمك وانت بتدافع وهو بيدافع، ومره واحده جاب جون. بعد كده بعد تخيل الارجنتين بعد ما جاب الجون بيعمل زي مش تقريبا في الفرق اللي موجوده في اغلبيتها في الدوري، اللي هو اول ما بيجيب جون مثلا في النادي الاهلي لا خلاص بيدافع تقوم معكوس عليك. الارجنتين عمل كده امبارح، الارجنتين اول ما جاب جون او الماتش اللي فات اسف اول ما جاء احرز هدف الموضوع الارجنتين بدا اللاعب اللي يقع على الارض واللي بدا ياخد وقت والحكم يساعد في الوقت، الامور بقت صعبه. فده دليل منتخب مصر ماشي بخطوه كويس، تعادل اول مباراه مع اسبانيا خسر بغلطه ودي وارده في كره القدم. الماتش الثالث بقى خلاص انت مفروض انت كلاعيبه منتخب اولمبي الكره في ملعبك مش في ملعب الجهاز الفني. في مباريات بتبقى مباريات لعيبه، الجهاز الفني عمل اللي عليه، اداك اداك كويس، اهلك كويس، اعتقد مش اعتقد المعاشه هناك الموضوع يعني حضرت اولمبياد 92 الموضوع مختلف تماما غير عن كاس العالم. هنتكلم عن اولمبياد 92، عايز اسالك برضو عن شايف مستوى احمد ياسر ريان ازاي في ماتشين اسبانيا وماتش الارجنتين؟ لا بص هو اتظلم، ما انا اقول انت نفسك بتقول طريقه اللعب انت بتلعب منتخبات قويه، انا لعبت ضد المنتخبات دي في بطولات في ناس ما تلمسوا كوره. انا نزلت ماتش اسبانيا في برشلونه اللي نزلت 10 دقائق ما لمستش ولا كوره مره. الموضوع هناك مختلف تماما، انت بتتكلم على تكتيك اللعيب من صغره بيبقى رايح للاولمبياد دي مجهزينها من 10 سنين. احنا هنا بنجهز الاولمبياد من قبلها بسنه سنتين حسب الظروف وحسب الاجواء وحسب هناك اللعيبه بتعد للمنتخبات من صغرهم وهو عنده 12 13 سنه. ما بيهموش بطولات دوليه اللي هي بشكل ودي، بطولات ممكن يوصل بطولات شباب، وبنشوف منتخبات نقول لك 15 سنه يقول لك ده البرازيل ده اسبانيا ده احنا عندنا احسن منهم. تيجي في المراحل اللي هي الاعداد الصح فانا مش عايز ادخل. احنا لو اتكلمنا على الثلاثه اللي بيلعبوا قدام هم في عشان تحكم على استرايكر او تحكم على اطراف بتوصل لازم توصل له. مش بدي مبرر للفرود او الجناحين اللي بقوا موجودين، بس الامور كانت صعبه على منتخب مصر الماتش الاولاني والماتش الثاني برضو كانوا حاولوا وبرضو ما كانش في عدم توفيق كره، لازم تعرف فيها التوفيق وعدم توفيق. لكن احنا بنتمنى ان شاء الله التوفيق يحلف منتخب مصر الماتش الثالث باذن الله، وممكن ربنا سبحانه وتعالى عين لهم الخير وعين لهم هم يفرحوا اكتر واحسن ان شاء الله، وان شاء الله يفرحوا مصر باذن الله. عايز اسالك برضو بس بعد الفاصل اسمع منك الاجابه، اخبار العرض التركي ايه بالنسبه لاحمد ياسر ريان بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر سمعنا الفتره اللي فاتت ان في عرض تركي لاحمد ياسر ريان، ما شاء الله دلوقتي مع سيراميكا يعني مكسر الدنيا الحمد لله، هداف الدوري، شغال مع المنتخب الاولمبي بشكل كويس. حقيقه العرض التركي والله انا زيك انت فكر انا بقول لك والله مش انت اسمع انا شفتها من خلال السوشيال ميديا. والله قال ما فيش حاجه معايا انا رسمي بس كله من خلال النادي الاهلي. ما الناس لازم تفهم كده، العرض اللي هيجي ايا كان لاحمد او لغير احمد هو جاي من خلال النادي الاهلي طبعا، فالنادي الاهلي هو صاحب القرار يعني مش انا صاحب القرار. حتى طبعا اي اب في الدنيا يتمنى لاحمد او ابنه يطلع يحترف بره، وده حاجه بس برضه من خلال النادي الاهلي، من بوابه النادي الاهلي. وان شاء الله نتمنى باذن الله لو هي حاجه تناسب النادي الاهلي والنادي الاهلي شايف ان احمد يطلع يخوض تجربه الاحتراف برضه تفيد النادي وتفيده هو كلاعب، النادي الاهلي مش هتاخر انا متاكد من دي تماما. فالموضوع في الاول والاخر احنا نتمنى ان شاء الله ودي حاجه كويسه وفخر ان كلاعيبه نادي اهلي لعيبه النادي الاهلي بيجي لها عروض احتراف وده طبيعي. لا النادي بياخد بطولات افريقيا ولا دوري وبطل القاره، فطبيعي اللي يجي له عروض من لعيبته واللعيبه اللي طالعه معارين بره دولت هم اولاد النادي الاهلي. ولو طلعوا من وما بيطلعوا بياخدوا خبرات بيكتسبوها لنفسهم وللنادي الاهلي. وطبعا بنشكر الانديه اللي هم بيروحوا طبعا، والعيال بيبقوا منتمين جدا، الولاد دولت ما بيطلعوا اي نادي الناس بتبقى مستغربه
يقول لك هو اللاعب ده ومتحمس ليه قوي كده، هو بيموت نفسه ليه قدام مثلا انديه منافسه عشان يقول لك احسن الواد انتمائه للنادي الاهلي، عشان هو اتربى، هو متربى على كده. ما انا جه مره من المرات ماتش من ماتشات الزمالك والجونه دي وهو مع مع الاهلي، مع الاهلي افريقيا والدرع وكاس مصر، جه ماتش من ماتشات الزمالك بيقول لك هو متحمس ليه بيلعب قدام الزمالك، هو مش هو طبيعته كده. في لعيب نشأته اصلا النادي الاهلي حتى في الناشئين متعودين ياخدوا بطولات، فالولد لما بياخد مركز تاني حتى الناشئ ده ما بيبقاش متعود. هو حضرتك نفسك على الهوا البرنامج اسمه الاشبال، لا انت نفسك بتبقى زعلان جدا لما تلاقي في فرقه من الفرق ما خدتش بطوله حقيقه، ما ده حقيقه بتزعل، لكن انت بتربي الناشئ الصغير على نفس الكلام. هو ده متربى على كده، فالولد لما بيروح اي نادي تاني هو منتمي للمكان اللي هو فيه. يعني انا لو انا ماسك مثلا فرقه من الفرق وبلعب النادي الاهلي، أنا النادي الأهلي ربنا اللي أنا أبقى اللي أنا اجتهد في مكانه عشان حتى لو هلاعب مين؟ الناس واخدة المفهوم غلط، لكن النادي الأهلي الولاد اللي بيطلعوا بره متربيين على كده، على اللي هو البطولة، اللي هو الروح، ولازم يكسب ومفيش حاجة اسمها ياخد مركز، المركز الثاني حتى في الناشئين الولاد بيزعلوا. شايف تألقكم إزاي مع السيراميكا يا كابتن ياسر؟ خاصة كمان يعني بينافس على أهداف الدوري. بص فرقة شوف بس الأهداف النهاردة، يعني الربط بين الاهداف بقى الاب والابن، يعني هدف الكابتن ياسر ريان وكان قبله هدف احمد ياسر ريان، يعني جينات التهديف موجوده برضه. اما انا والله خلي بالك انت لازم، انا وانا في نادي المنصوره انا ثلاث ارباع جون نادي المنصوره فضل انا اللي جايب، حتى في النادي الاهلي مع الكابتن شوبير جاب جون، وفي المصري وفي الاتحاد وما فيش فرقه فضل الله، وانا مع المنصور مع النادي الاهلي الامور مختلفه، الامور صعبه جدا. يعني انت بتتكلم انت حتى انت كراجل كنت فيرويد، انت مش فارق معاك تجيب جون، الناس متخيله وسام حسن لازم ينزل يجيب جون، هي مش فاهمه اللي اي لاعب حتى لو الحارس المره جاب لنا جون احنا عايزين نكسب. أيوة احنا عايزين نفرح الجمهور مش اللاعب، مش اللاعب، الناس بتبقى متخيله الفيرويد ده لازم ينزل يجيب جون ولازم اي لاعب، لا الامور بتبقى مختلفه. اللعيب النادي الاهلي انا بقى الامور كانت مختلفه، من هاف وحر في النادي المنصوره لباك ليفت في نادي المنصوره لقصه ثانيه، لازم بطوله الدوري نطلع من بطوله الدوري، لازم بطوله الكاس نطلع من الكاس، يقول لك بطوله افريقيا بطوله عربيه، خلي بالك الزمالك الاسماعيلي قصص كلها، احنا لاعب النادي الاهلي مضغوط طول السنه، عشان كده الناس لازم تتقدر لاعب النادي الاهلي اللي بقى موجود، هو مش عايز، هو عايز يفرح جمهوره، هو عايز يبقى كويس بس بتبقى غصب عنه. السوشيال ميديا كمان بتصعب الامور الوقت، يعني انا متاكد لعيب الكوره سالته قلت له الجمهور دلوقتي تحب الجمهور يبقى في المدرج ولا السوشيال ميديا، يقول لك انا عايز الجمهور يجي حتى طبع. لو انا وحش شويه طبع. هيلومني ويمشي. بيقولوا لي دلوقتي اسال الكابتن ياسر، اول ما جه من المنصوره للاهلي مباراه تعادلت فيها وانت داخل السوبر ماركت، قول لي قولوا له ايه اللي حصل؟ اول ما جيت أول ما جيت في النادي الأهلي أنا متعود مع نادي المنصورة نكسب ماتش، طب الدنيا حلوة ناخد مركز خامس، ننافس نصارع اللغات، مفيش خالص، أنت مطلوب منك كده، مفيش ضغوط، في ضغوط بس إن أنت تقعد في الدوري مش اللي أنت فأول ما جيت النادي الأهلي لقيت لك كسبنا أول ماتش، كان ماتشاتنا حتى في استاد المقاولين في الفترة دي، الدنيا حلوة، لقيت لك الراجل في السوبر ماركت ما بيني مقابلة، بص انا فكرت لسه الناس ما تعرفش وشي كويس فما تعرفش، فقلت كويس يا كابتن ياسر، فبدات عرفت اللي الناس بدات ايه تعرف، طلعت اللي انا عايزه يا ابني، ادي للكابتن ياسر اللي هو عايزه ومش عارف. تاني يوم اتعادلنا ماتش في الدوري فراح اجيب السوبر ماركت نفس اللي بجيبه من، لقيت لك الراجل وبتاع السوبر ماركت قلبين عليه ومش عايزين يدينا حاجه، قلت له ثلاثه صعب، روح بقى البيت بقى اقعد بقى في البيت كده ركز عشان اتعادلت بس بعدين بس روح بقى في البيت عم بيني وبين نفسي. الله يرحمه كان احمد فهمي كان قاعد معايا، قلت له بص يا حبيبي احنا مش هنخرج من البيت ده، خلي بالك كده الامور بقت صعبه، الامور صعبه، الناس دي ما بتقبلش غير الماكس خلي بالك احنا مش في نادي المنصوره، احنا في النادي الاهلي، بص بقى نجبنا نجيب الحاجه عن طريق التليفون ونعمل لنفسنا وناكل ونشرب قاعدين، حتى لو ما نكسب برضه لا لازم يبقى في الاخر في حاجه حصلت، خدنا دوري، خدنا كاس، كسبنا الزمالك، لازم يبقى في هدف اخرج بيه للشباب. وبعد ذلك قعدت طول ما انا في النادي الاهلي خلاص الاسبوع اللي انا باخده بسافر بروح اي مكان بعيد عن الناس، ولو كنت بروح نادي بعيد عن النادي انا في عضو في نادي تاني، فبروح اقعد انا وولادي نادي اجتماعي اقعد شويه واخد ولادي وامشي، ما اختلطش بالبشر. ليه؟ ما برضه انت في نادي صعب، النادي
اموره صعبه. النادي الاهلي مش عايز يعني النادي الاهلي النادي اللي لسه واخدين افريقيا الناس ركزت مع الانتاج فرقه الماتش الانتاج الدوري. ايوه ده بقول لك وانت بتخلص المباراه الدوري يا اهلي خلص الدوري افريقيا يا اهلي. لا انت لسه الماتش اللعيبه لسه ما فرقتش البطوله. خلي بالك يا كابتن ياسر يعني عظمه الاهلي في المنظومه الملتفه حوالين النادي. ده حقيقي. مجلس اداره لاعبين انت بتتكلم جمهور محترمه وخلي بالك لدرجه كمان الاعلام واحنا هنا الاعلام النادي الاهلي اللي في قناه النادي الاهلي مش هتلاقي اعلام عندنا مثلا مجرد كسبنا بطولتين يطلع مثلا اعلام يقول لك الحمد لله ده اتعشت. ما اتعشتش احنا ما بنشبعش من البطولات خالص. لا لا موضوع صعب. لا 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 صعب صعب لا بس انت بتتكلم على المنظومه مجلس الاداره زي ما احنا بنقول ايه رايه بتسلم رايه ولاحظ كمان حتى في عصر المهندس محمود طاهر كابتن خطيب وبعد كده جه المهندس محمود طاهر وجه قبل كده كان كابتن حسن حمدي وجه قبل كده كابتن صلاح كلهم لاحظ ان هم جايين يخدموا النادي الاهلي وبيحبوا النادي الاهلي فلاحظ مجلس الاداره الموجود دلوقتي والله الواحد انا بروح نادي الاهلي في الجزيره وبروح نادي الاهلي الشيخ زايد وفي وقت بروح نادي النصر لا الامور بقت مختلفه تماما ان كانت من ناحيه المنشات فمجلس الاداره بفضل الله سبحانه وتعالى شغال في المنشات البطولات النادي الاهلي برضو البطولات موجوده فانت عارف طول ما موجود المنظومه انت عارف كان مجلس اداره لجنه تخطيط في لجنات لجان تانيه خاصه بالكوره وخصص بحاجات تانيه كتير فالمنظومه محترمه فالمنظومه محترمه واحنا ما بنطلعش كنادي اهلي مش هنقول بقى كمنظومه كامله عمرنا ولا بنسيب لحد احنا رمز النادي الاهلي ده رمز وبنبقى فخورين حتى ما بيقابلنا حد بمنافس لينا بيبقى زعلان يعني ببقى انا سعيد جدا انا طلعت بحب النادي الاهلي وولادي اهلاويه وبعشق النادي الاهلي انا عايز نادي مش هروح كل شويه ابقى اعمل ضغوط على انا كاب اسره لما انا ما اخدش بطوله لا ده ممكن يحصل وانا خاصه بحب الكوره ممكن يحصل ليا والبيت حاجه نفسيه صعب لكن الحمد لله النادي الاهلي جمهوره بيحبه وحتى وعمرنا الحمد لله جمهورنا عمرنا ما خزناه ابدا الحمد لله وده حقيقه طول عمرنا بننصف جمهورنا ده وهو رقم واحد عظمه جمهور النادي الاهلي دايما زي ما بيقولوا في الحلوه وفي المره. كابتن ياسر عايز اكلمك عن الاولمبياد في مفارقه جميله جدا الاب والابن في الاولمبياد 92 2020 لكن عايز حضراتكم تشاركونا دلوقتي وتبعتوا لنا دلوقتي توقعاتكم عن نتيجه مباراة مصر واستراليا بكرة إن شاء الله اللي بنتمنى فيها كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الأولمبي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي بعت لنا توقعك نتيجة مباراة المنتخب الأولمبي غدا أمام استراليا والبدلة شيك يا وسة بص أقل حاجة عندك كابتن ياسر مفارقة جميلة الأب والابن في الأولمبياد عايز أعرف بقى شعورك إيه لكن بعد الفاصل اتفضل اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر بنتكلم مفارقه حلوه لما الاب لعب اولمبياد 92 في برشلونه والابن دلوقتي موجود في اولمبياد طوكيو 2020. شايف الربط ده ازاي؟ على ما اعتقد دي ممكن اول مره تحصل. لا اعتقد ما فيش حد الحمد لله ما حصلتش قبل كده. ما حصلتش اعتقد يعني والله اعلم يعني اذا بقى حد طلع يتكلم يبقى عنده خلفيه بالتاريخ يعني. لكن هي لها متعتها. يعني الوقت اللي احنا كنا فيه ليه متعته في الوقت اللي احنا فيه برشلونه وبس برضو الثقافه اتغيرت واختلفت والاجيال نفسها الموضوع مش زي يعني احنا اتعرض علينا بعد البطوله ان احنا الاسبوع فري ما رفضنا هناك في اسبانيا ممكن يكون احنا قعدنا عشان احنا الجيل اللي موجود حاليا الظلم في الاعداد الموجود دلوقتي الظلم في الاعداد ده الجيل بتاعكم 92 ده الجيل بتاعنا فكرنا بقى مين كان المدرب الاول بتاعكم كابتن محمود طبعا الاول الكابتن الله ربنا يشفيه وعافيه كابتن هاني مصطفى وبعد كده جه الكابتن محمود سعد دكتور محمود سعد هو اللي كان مدير فني ومعاه الكابتن مصطفى عبده كان مدرب عام وكان معاه مدرب حراس مرمى الله يرحمه كابتن حسن مختار يا كابتن مظبوط ومعاه كابتن حسن حمزه في الصوره هو اللي فوق على الشمال ده وكان معانا بقى ايه في ناس من دولت مش موجود ما جوش معانا الاولمبيات على فكره مش كل ده جه معانا الاولمبيات وما انتش ملاحظ حاجه في الصوره دي كلها ايه انا الوحيد تقريبا تحت ده لابس تيشيرت مختلف عارف ليه انا هنا ده بص يا كابتن انا الوحيد اللي لابس تيشيرت مختلف عشان في الوقت ده انا كنت مصعد مع المنتخب الاول مع الكابتن يعني محمد كنت تلعب منتخب اول ومنتخب اولمبي كنت في الوقت ده لا هو ضمنا انا وعلاء طاقه لعيب في المقاولين اسمراني كان لعيب هايل ضمنا منتخب اولمبي حسين حمزه الله يرحمه اللي واقف اول واحد فوق هي الصوره مش واضحه قوي
بس برضو قريب مصطفى صادق موجود في مصطفى ابراهيم. فكرنا انت بالجيل. في اسلام عبد لا بص في هيثم فاروق. في عقلي جد الله. محمد صلاح ابو جريش. هادي خشبه. ياسر ريان. نادر السيد. عصام عبد العظيم حارس مرمى. انا اسف ان كنت من زمايلي هنسى طبعا. في عشان احنا كنا في طبعا قلت هيثم فاروق. في كمان كان في لا في مصطفى ابراهيم وخل غندور. لا محمد يوسف. ومحمد يوسف. محمد يوسف كابتن. محمد يوسف دي جولات معانا. يعني كان كابتن أول بتاعنا. وليد صلاح الدين. ويحيى نبيل. نسيت وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين بس وليد ما جاش معانا الاولمبياد. ما سافرش يعني. هو كان موجود بس ما سافرش. لعبته اسبانيا برضو جيل ده بيلعب اسبانيا. بس وخسرنا من اسبانيا 3 بس فرق معاه تامر عبد الحميد الباكرات اللي هو نادي الزمالك. بس ما ننساش برضو ان احنا الباك احنا تامر عبد الحميد اول 10 دقايق طرد في مباراه اسبانيا. دخل برضو دخل على لعيب اسبانيا خد طرد ففرقت معانا. لعبنا ناقصين بتلعب اسبانيا ناقصين. وبعد كده لعبنا الماتش اللي بعده لعبنا قطر. ده اللي فرق معانا بقى. لما خسرنا قطر 1-0 ده وقعنا في البطوله خلاص. خسرت ماتشين. فالماتش الثالث لعبنا كولومبيا. كسبنا كولومبيا تقريبا 3-2 او 4-2 حاجه زي كده. وطلعنا من البطوله. بس فكانت الماتشات بالنسبه لنا يعني كان الفوز الوحيد امام احنا كانت فرق معانا قطر. لو كنا كسبنا قطر كانت فرق حتى لو كنا خسرنا اسبانيا. فالامور بتبقى هناك بتبقى صعبه. زي كمان الاولمبياد يا كابتن اسامه يعني تعلى من كاس العالم على فكره. هي كبطوله بتبقى اعلى طبعا. بس الموضوع هناك انت متخيل حاجه من الجمال يعني. عشان تعمل انت اولمبياد الموضوع هناك انت بتتكلم اولا المطاعم شغاله 24 ساعه. الالعاب الترفيهيه 24 ساعه. اللي لو انت عايز تمرين ملعب يتوفر لك 24 ساعه موجود. كل حاجه متوفر لك هناك. فكل حاجه وعايزه منك بقى كنترول في اكلك وشربك. خلي بالك يعني يمكن نصحها اللي نصحتها لاحمد وهو مسافر قلت له خلي بالك حافظوا كلكم على موضوع الاكل. ليه بقى؟ ممكن يبقى اوبن بوفيه ممكن يبقى ما فيش كنترول فالامور تبقى صعبه. وحته النوم كمان المباريات لا دي بقى معذورين فيها الصبح بدري طبعا. لا الامور على فكره اللي انت الوقت انت بتتكلم هناك الوقت الصبح. احنا النهارده هنا ليل. فالامور مختلفه. فالساعه البيولوجيه ديت يعني اعتقد بتبقى برضو بتبقى عشان تاخد عايزه وقت طويل. فهم الوقت اللي راحوه كمان 3 4 ايام دخلوا في البطوله او جوه البطوله. فبس ده مش هندي مبرر للاعيب كره قدم. واحنا بنتكلم دلوقتي عن مباراه استراليا بكره واحنا يعني الناس كلها بتشاركنا في الهاشتاج ابعتوا لنا توقعاتكم عن نتيجه مباراه مصر استراليا. ما شاء الله يعني في توقعات ايجابيه كبيره والناس متفائله علشان فعلا عندنا جيل محترم. بالرغم ان عندنا غيابات كنا بنتمنى محمد صلاح يكون موجود لعيبه كبيره تكون موجوده لكن يبقى اللعيبه اللي موجوده برضو عندها على قدر المسؤوليه ولعيبه كبيره ولعيبه مهمه ان شاء الله. يعني بنتمنى لهم التوفيق بكره في مباراه استراليا. عايز اقرا برضو لحضراتكم توقعات الجماهير اللي بعتلنا. احمد ابراهيم بيقول ان شاء الله مصر هتكسب بكره 2-0. عمرو صلاح بيقول ان شاء الله فوز المنتخب 2-2. ابو حفصه 2-1 للمنتخب المصري ان شاء الله. كيمو بيقول 3-2 لصالح مصر ان شاء الله. بسنت بالتوفيق للمنتخب يا رب. احمد مصطفى ان شاء الله 2-1 للمنتخب المصري. احمد الحلو الكابتن ياسر احسن باك شمال جه في مصر. احسن باك شمال جه في مصر كابتن ياسر. لا لا في كتير كويسين. لا بصراحه لا وكابتن ياسر طبعا من الاسماء الكبيره اللي بس في لعيبه. لا في لعيبه في المكان ده طول عمر النادي الاهلي المكان ده مميز عامه يعني. وانا اتفق معاك. بس من اهم الناس برضو يعني كابتن ياسر بشكره طبعا. علاء موسى اتوقع فوز منتخب مصر 2-1. بحبكم وتحيا مصر العظمى ابن النيل علاء الدين. يعني زي ما احنا شايفين توقعات ايجابيه وتوقعات كلها في صالح منتخب مصر والناس متفائله. متفائل بكره يا كابتن ياسر؟ طبعا متفائل. وانا يعني انت عارف اللاعب المصري معدنه بيبان في المواقف اللي زي في الشده. زي لاعب النادي الاهلي برضه بيبان برضه في المواقف الشده. اي انت لو بصيت على اي بطوله احنا النادي الاهلي بقى متواجد فيها او حاجه بنلعب باسم مصر اعتقد الامور بتختلف تماما يعني. فاحنا ان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله باذن الله توقعات ده تبقى ان شاء الله يبقى فعلا هم اهل الثقه ان شاء الله للعيبه ويبقى ان شاء الله باذن الله هم يفرحونا ويفرحوا مصر ويفرحهم قبل ما احنا نفرح كمان طبعًا يعني ان شاء الله. طبعا تاريخ بيتكتب طبعا
يعني فرصه لهم كبيره جدا واحد والله فيهم طبعا. اكيد فرصه اللي انت بتلعب حاجه زي كده ومش هتتكرر وصعب، وممكن تلاقي ممكن اجيال بعد كده ممكن اللي يبقى ليه نصيب اللي هو يبقى موجود في الاولمبيات مره تانية. ذكريات بقى 92 اكيد الجيل اللي حضرتك قلته ده كله الاسماء كلها الكبيره دي كان في ذكريات وقتها مع الجيل ده. احنا كل يوم كان عندنا ذكريات من المواقف من المواقف اللي كابتن محمود سعد ما كانش بيحب يخلي حد كابتن محمد يوسف كان يبقى هو كابتن فريق، بس برضه مش عطوله فرصه كامله كده ايه يتربص بحته اللي هو كابتن فريق علينا يعني. فمره من المرات قال له يوسف انا هروح اتحاد الكوره اخلص حاجات ليكو وايه واسيب لك. احنا بقى ايه كابتن محمود سعد كان عامل علينا موضوع الاكل ده كنترول صعب جدا. الاكل والشرب ده الوزن وكم كيلو وتخصم منك ومش عارف قصه مشدود. فاحنا ما صدقنا ان هو يروح فين اتحاد الكوره. يوسف بقى نديله حته انت الكابتن واللي عايز مش عارف اكل ايه. فالمهم جه مصطفى صادق لو شم الاكل يدخل، لو شم الاكل مصطفى صادق لعيب طبعا لعيب جميل و... نجم المقاولين طبعا فجي بعد كده قام فرحان مصطفى فقال له يوسف بقى واقف علينا عشان ما فيش حاجه تنزل زياده في الاكل يبقى كنترول يعني بيمارس مهام الدكتور احمد بقى ايه. ايوه فاحنا قلنا له اللي يقول له بقى عايزني مش عارف ايه زياده طب اديني طبق مكرونه زياده طب اديني طب مش عارف ايه. فمصطفى صادق ايه من كتر ما هو فرحان قام حاطط قدامه مصطفى حط قدامه طبق رز وطبق مكرونه كشري يعني لا فرحان ده بقى كشري هو يعني قال له كل اللي انت عايزه. فهو فرحان يوسف بقى ايه سام ما فيش 10 دقايق لان كابتن محمود سعد يطب علينا واحنا بناكل. قاعدين اللي ماسك المعلقه واللي بيبص عليه ايه ده الاكل كتير. فاما قال له يوسف اقعد يا يوسف اقعد وشاف طبق مصطفى محمد مصطفى قال له ايه ده رز ومكرونه. فقال له يا كابتن انا جعان يا كابتن. قال له لا خد واحد من الاثنين لا ده لا ده. فالواد قال له طب خد. قال له والله ولا هتاكل ولا رز ولا هتاكل مكرونه. هو عزم الكابتن محمد يوسف الكابتن. لا هو قال له خلاص كده خلاص كده 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 انت كده مش هينفع تبقى بالكنترول اللي عندك. ففي مواقف كتير بتقابلنا بس كانت انت عارف برضه في منافسه. وخلي بالك الوقت الجيل ده برضه غير جيلنا. الجيل ده كله بيلعب دوري ممتاز واللعيبه بتلعب في انديتها سواء المعار او في انديته بيلعب بصفه اساسيه. احنا على ايامنا صعب اللعيبه تبقى ما كانت مش موجود لنا على الساحه. يعني كلنا ناشئين بنلعب في مسابقات محليه بس مش مظاهرين بالشكل الوقت الوقت ولا احتراف ولا سوشيال ميديا ولا اللعيبه ولا ولا الماتشات الوقت كلها مذاعه. يعني انت كل الماتشات في الدوري الوقت مذاعه. احنا على ايامنا وحتى قبل ما نروح الاهلي وماتش الاهلي هو اللي بيذاع ماتش الزمالك. فالجيل ده جيل محظوظ. ده برضه كان التشكيل بتاع منتخب مصر في اولمبياد 92 ده ماتش ما هو ده ممكن يكون ماتش كولومبيا ده على فكره. مصر واسبانيا دي المباراه الاولى. ما انا طيب دي كان المباراه الاولى انا كنت احتضنها. ايوه مظبوط. انا احتضت ونزلت اصلا اخر 10 دقايق قلت لك الماتش كان بالنسبه سامي الشيشي كان موجود برضه بالمناسبه. صح ادي خشبه. ده ماتش اسبانيا. طب ليه بتفكرونا يا جماعه بالماتش ده؟ بنرجع لك الذكريات الحلوه تاني. ماتشات سعيد ذكريات احلى. اول 5 دقايق تامر حميد اتطرد في الماتش ده. ما ده اللي فرق النقطه اللي فرقت معاك. وده الماتش ده احنا كان بيلعب في ده استاد برشلونه على فكره. استاد برشلونه كنا بنلعب في الملعب نفسه. ف كابتن عمرو حليل كان موجود معاكم برضه. وعمرو حليل كان موجود. احمد نخله برضه. ونخله كان. ما انا بقول لك انا مش عايز انسى حد عشان احنا كنا جيل يعني الحمد لله. ده جوارديولا خلي بالك. واعتقد حمزه لا ارجع جوارديولا. جوارديولا 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 كان بيلعب في منتخب مواليد 70 مواليد 70 قدنا. ما ده جيل دي جيل دي. احنا مواليد 70 واللي مواليد 71 72 ممكن يبقى كان هادي خشبه كمان. خلي بالك بنفكرك بالايام الحلوه. والله انا اول مره اتفرج على الماتش ده على فكره. ما بقول لك المنتخب انت بتتكلم على منتخبات انا عارف التاريخ والمنتخبات دي بتبقى جامده جدا والموضوع مختلف. انت بتقول مع ذلك على فكره احنا عملنا اعداد مش عايز اقول لك. احنا الحمد لله لفينا العالم سواء في قاره اسيا ولا اوروبا ولا افريقيا ولعبنا منتخبات على اعلى مستويات منتخبات قويه وعملنا نتائج كويسه. يعني من المواقف برضو اللي انت بتتكلم ذكريات بنلعب منتخب ايطاليا انا ليا موقفين مع كابتن محمود سعد. ايه الموقف الاولاني الموقف ده انا قبل ما اروح الاولمبياد انا رحت قعدت عند كابتن صالح سليم الاول الله يرحمه. قال لي يا ياسر كنت انا لسه في المنصوره واحنا مسافرين اولمبياد برشلونه
قال ياسر احنا مش هينفع، انا عايز اروح الاولمبياد انا كياسر. برضو بالنسبه له يعني ما كنتش انتقلت للنادي الاهلي وقتها، لسه في طلعت في المنصور. في المنصور. فقال لي كابتن صالح بعت لي قصه طويله كده. فالمهم رحت لكابتن صالح رحت البيت عنده، فقال لي انت دلوقتي احنا امكانياتنا مش زي امكانيات نادي الزمالك، انت عايز الاهلي ولا عايزنا؟ مش عايزنا. قلت له يا كابتن انا احب النادي الاهلي وبشجع النادي الاهلي. فقال لي خلاص تطلع تطلع تصريح اللي انت مش لاعب غير للنادي الاهلي عشان نوقف اي باب تاني. والرغم وقتها كان العرض بتاع الزمالك اكبر بكتير. فالمهم انا مش عايز اقول الخبر غير ما كابتن محمود سعد يشوفه بره مصر وانا معاه. ما يشوفوش هنا في مصر. يعني مش عشان ما يحصلش حاجه يقول لك استبعاد اسرائيل وقصص كده. فقمت مقابل ربنا يديله الصحه الاستاذ ايمن بدره اخبار الرياض. قلت له بص انا التصريح بتاعي على لساني بس استاذنك ما تقولوش لما نوصل غير ما اطلع، بس انا مش لاعب غير النادي الاهلي. والمهم ايه، انت عارف الجرايد دي بتوصل بره في اوروبا، فاحنا اول معسكر لينا واحنا طالعين من مصر ايطاليا، وهنطلع من ايطاليا على اسبانيا. بنلعب هناك، فسبحان الله وضع من الشباب المصريين اللي عايشين في ايطاليا بيقولوا بيوصلوا بيوروا للكابتن محمود سعد في الاتوبيس في الاتوبيس. فلاقي مكتوب بريان للاهلي وجابر للزمالك. قام بص في الاتوبيس بصه تقول له خلاص انا معاك اصلا خلاص مفيش رجوع مفيش. فالمهم بنلعب مين يعني انت الواد هيثم فاروق ده من الناس الجمال هيثم. فبنلعب منتخب ايطاليا. كل ما نروح نلعب منتخب ايطاليا ايام الكابتن هاني مصطفى نخسر 3-4 ونرجع. فاحنا نازلين خايفين لا نخسر برضه الموضوع يتكرر. فلاخر في الدقيقه 90 كاسبين ايطاليا في ايطاليا ماتش ود 1-0 حاجه بالنسبه لنا ما حصلتش. فايه الراجل تقريبا كان ايام البرتيني اللي هو ما ده كان ده منتخب كان منتخب جامد. وقاموا منزلين المدير الفني منتخب ايطاليا مفيش دقيقه الحاجه ما يصفر واحنا. فقام الواد منزلين ولد سرد طويل رقم 5 وداخل كورنر يطلع شكرا خلاص شكرا. فكابتن محمود سعد قام نازل كمان مين هيثم فاروق طياره هيثم عشان يمسكه تقول له وكل شويه قبل ما الكره تلعب هيثم رقم 5 يا هيثم رقم 5 5 نزل وقام جاب الجول راح جاب جول التعادل وقتها في اخر ثانيه لغايه ما خلصنا برشلونه كل مره محاضره يقول له هيثم انا قلت لك رقم 5 فبقول لك كانت كتير قوي يعني كانت ايام ذكريات. طبعا واحنا برضو فكرناك بالذكريات الحلوه دلوقتي. والله انت واول مباراه امام منتخب اسبانيا. عايز اسالك برضو انت معايا كابتن ياسر انت نجم يعني كبير في النادي الاهلي. النادي الاهلي شفت العشره ازاي لقب جه بعد البطوله التاسعه مباشره يعني انجاز كبير يحسب لهذا الجيل. ده اكيد. شفت برضو ازاي مسانده الكابتن محمود الخطيب الدائمه لهذا الجيل من النادي الاهلي. بص اللعيبه دي محظوظه اللي الكابتن محمود الخطيب بيسانده في والله ما بهرج مش ولا مجامله ولا نفاق ولا الحمد لله يعني محظوظين. ليه؟ انت عارف الكابتن محمود الخطيب اصلا هو عشق جمهور الاهلي حتى اللي ما اتفرجش عليه. واحنا يعني انا كنت سبب رئيسي اللي انا عشان اجي النادي الاهلي هو الكابتن محمود الخطيب. وكابتن الخطيب لو ما كانش بيلعب في اي مباراه النادي الاهلي بيلعبها انا ما احبش هي حاجه من جوايا. طبعا بحب النادي الاهلي اكس بس كابتن الخطيب كنت بيعمل حاجات كنت انزل احب ابقى الناس بتحب تقلده. فالجيل ده محظوظ اللي هو معاك كابتن محمود ومسندته لهم في كل المباريات ويطلع من الدوله دي على الدوله دي وعلى السفاه البلد دي والبلد دي. فطبعا انا اول حاجه ببارك لجمهور النادي الاهلي. على فكره انا كمان قبل المباراه دي النهارده واحنا بنتكلم مع الكابتن محمود الخطيب وهسيبك تكمل يا كابتن ياسر. دي مع اسره موسيماني يعني بيلتقط الصور التذكاريه مع اسره موسيماني واللي لابس تيشيرت الاهلي ده يا جماعه ده ابن موسيماني اسمه ديمتري ده ابنه بالتبني ابن موسيماني اللي لابس تيشيرت الاهلي. رجعوا بالصوره تانية يا شباب لو سمحتوا ده ابنه ديمتري بالتبني ودي كانت اسره موسيماني كانت موجوده النهارده في تدريبات الاهلي وكان موجود الكابتن محمود الخطيب وبيلتقط معاهم الصور او بيلتقطوا معاه الصور التذكاريه. ده ابنه اللي لابس تيشيرت الاهلي ديمتري ده ابنه بالتبني. خلي بالك الناس لازم برضو تعرف اللي جنوب افريقيا فيها فيها اللون البشره السوداء والبشره عشان الناس تبقى ايه المفهوم يبقى واصل لها. فانا كنت في قناه من القنوات الفضائيه وسالت في اخر الحلقه الاهلي يكسب كام؟ قلت له الاهلي يكسب 3-0 ده في المباراه كايزر شيف بقى مستغرب حتى ايه من الاستوديو مفيش نهائي. فبيقول لي ليه انت قلت بعد كده جابنا
استضافني على صفحته فبيقول لي ليه انت قلت ثلاثة؟ قلت له انا عارف امكانيات لعبة النادي الاهلي وعارف امكانيات الفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي وعارف هو النتيجه بتاعت ربنا مش بس واضح. في ناس بقى تقول لك احسن الفرق القويه طلعت، انا مش بتاعتي انا طبعا، انا مش ذنبي، انا اي انا البطل، النادي الاهلي بطل. فالنادي الاهلي احنا بنبقى نقول هنلعب اي حد ايا كان هو مين، احنا عايزين نكسبه. فرقه بقى نقول قويه فرقه ضعيفه، فرقه الضعيفه مش هتوصل لفاينل افريقيا، لكن الاهلي هو الاقوى، الاهلي هو الاحسن، احنا مش بننفخ في حاجه، لا ده طبيعي. انا ببارك لجمهور النادي الاهلي، ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي، ببارك للجنه التخطيط، ببارك للعاملين، للعيبه، للاداره، كاملة. منظومه كامله. انت بتتكلم في منظومه بتشتغل. وبتشتغل بقالها عمر وحتى لو وصلنا، احنا وصلنا قبل كده فاينل افريقيا كتير وما كناش موفقين فاينل، برضه احنا زعلانين، ومع ذلك في ناس بتوصل فاينل ويقول لك ما انا وصلت ده نهائي، ده انجاز بالنسبه ده انجاز. فاحنا النادي الاهلي بنبارك له وخلاص الصفحه اتقلبت او قلبناها بايا كانت بحلوها وبمرها، بس احنا عندنا برضو بطوله ثانيه. طيب ماشيه الفتره اللي جايه بقى وفرصه، وانت معايا وانت ملك التوقعات يا كابتن ياسر، شايف حظوظ النادي الاهلي في بطوله الدوري ازاي؟ بص النادي الاهلي يعني انا احسن لو انا قلت النادي الاهلي هياخد الدوري، ما طبيعي اللي احنا نقول هياخد الدوري. لكن انت لازم تعرف ان جمهور الاهلي لازم يعرف ان في ماتشات هتقابلنا صعبه، وماتشات ممكن نتعادل، والخصم اللي قدامنا او المنافس اللي قدامنا برضه يتعادل، من كره القدم. بس بنسبه مش هقول لك بنسبه، انا مش عايز اقول لك 100% النادي الاهلي هياخد الدوري، بس هو ما يقول لك هو ده جديد النادي الاهلي بياخد الدوري، لكن فعلا النادي الاهلي عشان تاخد منه دوري انت لازم تبقى الامور صعبه، بتبقى صعبه عليك جدا. فالاقرب للدوري هو النادي الاهلي، مش بقول كده عشان حاجه، لا، وليه النادي الاهلي عارف او لعيبته عارفه قيمه الدوري. فاحنا توقعنا من الوقت، انا بقول لك اهو بنسبه 99.9 الدوري ان شاء الله في الجزيره باذن الله ان شاء الله. انا ليه من ماتش الانتاج كانت نقطه تحول، ليه ممكن لو كنا تعادلنا ماتش الانتاج او لا قدر الله كنا خسرنا كنت قلت لك الامور بقت صعبه. ولازم نرجع من البدايه، لكن لعيبه النادي الاهلي عرفت وعرفت. انا عايز اقول لهم على حاجه برضو، انت ممكن نكسب في الدقيقه 90 و95 بس مش ممكن ما تتكررش، وممكن تبقى ما تبقاش وحصلت قبل كده. ما ماتش سموحه اللي احنا خسرناه 2-1 انا فاكره، خدنا الخمسه وما كانوش في صالحنا، فخلي بالك ممكن يبقوا صالحك. يعني انت عايز تقول الفتره الجايه محتاجه احسن من بدري، محتاجه تركيز، محتاجه اصرار، محتاجه ان انا اخد كل ماتش بماتش. هو النادي الاهلي احنا مش حضرتك بتقوله يا كابتن سامد ده، انا عارف ان احنا مش محتاجين نقول لعيبه النادي الاهلي وعارفين اللي هم قد المسؤوليه، بس خلي بالك كل ما انت بتفرح انت عارف ان انت بتفرح ملايين الاهلاويه. فاحنا بنتمنى وانت بتلعب، انا عارف اللاعب النادي الاهلي على فكره اي لاعب بيلعب في النادي الاهلي وانت عاصرت الكلام ده ما بنبصش لماده زي ما الناس متخيله، احنا بنبص ازاي نفرح جمهورنا. فانا بقول لهم ان شاء الله باذن الله تفرحوا جمهورنا، نزود بطولات الدوري في 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 حصيلتنا كده ان شاء الله باذن الله تبقى موجوده من ضمن الدولاب السنه دي، تحصل على كاس مصر، تحصل على دوري، وانت خدت افريقيا وعندك سوبر مصري، البطولات الحمد لله. يعني بعتقد يعني النادي الاهلي ماشي بخطوات كويسه قوي، وده قدر يا كابتن ياسر كل ما ينتمي للنادي الاهلي انه دايما بيلعب للبطوله، وفي الاخر بنقول يا رب. شرفتنا ونورتنا يا كابتن ياسر، وكل سنه وانت معاك، كل سنه وانت بسامه، وسعيد بوجودي معاك وده بيتنا الكبير. يعني بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكر ضيفي اللي انا يعني كنت سعيد وهو موجود معايا النهارده، نجم الاهلي السابق كابتن ياسر ريان. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال. شكرا والى اللقاء.